هذا هو الدعم اللي كنا كنطلبوا فيه. هذا والله ما انا ذكر، حنا ما خاونين ما هازين منوعات، قلب الوراق رجع لي انا الوراق ديالي كلها ودخل الطموبيل. اذا كان عندي خطا في الوراق غادي يشد لي الوراق، انا الوراق كلهم مزيانين كلهم يعني اسميتو عليه. وحنا دابا لاسيرونس كاين، يلا اخي خلص في شهر 6 خلص 9000 درهم وزدت مول الكريمه 50000 درهم وبارك 3 شهور ديال الجائحه وزادوني عاوتاني شهر ديال وهاد الناس كاع اش غنديو لولادنا؟ اش غنوكلوا لولادنا؟ هاد هي المساعده اللي ساعدونا حنا دابا اللهم انا دابا الكر، اش دايرين حنايا؟ فينا هاد المشكل اللي درنا حنايا؟ الاخوان اللهم انا هذا منكر، واش حنا كنا كنطالبوا بالدعم بانه هاد الجائحه وسيدنا كيعطي الدعم للمواطنين وحنايا جاو شدونا قال لك شهر ما داير لا مخالفه لا والو بانني جاي انا من الدار وهاز بلاصه هو سميتو عليه دخلوا لي شهر. هذا هو الدعم اللي كنا كنطلبوا فيه. هذا اللهم انا هذا منكر، حنا ما خاونين ما هازين منوعات، قلب الوراق رجع لي انا الوراق ديالي كلها ودخل الطموبيل. اذا كان عندي خطا في الوراق غادي يشد لي الوراق، انا الوراق كلهم مزيانين كلهم يعني اسميتو عليه. وحنا دابا لاسيرونس كاين، يلا اخي خلص في شهر 6 خلص 9000 درهم وزدت مول الكريمه 50000 درهم وبارك 3 شهور ديال الجائحه وزادوني عاوتاني شهر ديال وهاد الناس كاع اش غنديو لولادنا؟ اش غنوكلوا لولادنا؟ هاد هي المساعده اللي ساعدونا حنا دابا اللهم انا دابا نكر، حنا كنشكاو من السلطات العليا ونتسناو من سيدنا باش يدير لنا حل. الشهر هادي ديال اللهم انا دابا نكر، اش دايرين حنايا؟ فينا هاد المشكل اللي درنا حنايا؟ ما هازين منوعات، ما خاونين، ما مضاربين مع المواطنين مع الكليان، علاش غادي يديروا لنا هكا؟ علاش؟ باش كيقول لك تمشي نهزوا ثلاثة البلايص أو أربعة ما هي تا قيمة المازوت، وفي الآخر نجيو دخل عوض فاش يعطيونا الدعم كيدخلونا، هذا راه منكر هذا راه اللهم إنا هذا منكر. علاش دخلوك؟ علاش؟ ما أنا كنشكر برشيد، خارج من برشيد هزيت بلاصة دخلوا لي قال لك شهر ديال فوريان، قال لك قرار العاملي، قرار العاملي واش عا عليا أنايا؟ على قرار العاملي ملي كيشدوهم هما كيعطيو 150 درهم، ما كاينش قرار عاملي وفي الرباط وفي اكادير وفي كل شيء علينا حنايا. علاش الصراعات نقابيه وحنا كنجربوا بينا الواد؟ حنا اللهم انا دابا نكر، حنا متابعين لاي نقابه ولكن ما يديروناش حنا ضحيه. حنا هما عندهم اصطدامات بعضياتهم منهم روسهم، المواطن مسكين حنا كعضعافة، حنا عضعافة ما يديروش لنا ما يجربوش بينا الواد. لا كان بيناتهم شي حاجة، حنا كنطلبوا من السلطات العليا يشوفوا من حالنا. 20 يوم دابا 20 يوم حنا مجوعين ولادنا، وعاد بزيت 3 شهور ديال الجائحة هذيك على المغرب كلشي، وزيد هذا راه اللهم إنا هذا منكر. اللهم القطاع في خطر، وأمير المؤمنين تعال تشوف الظالمين، 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 تعال تشوف الظالمين. هذا عيب هذا عار، القطاع في خطر، هذا عيب هذا عار، القطاع في خطر، هذا عيب هذا عار، القطاع في خطر، هذا عيب هذا عار، القطاع في خطر. احنا استقبلنا على الكاتب العام، الكاتب العام اللي استقبلنا ولكن من غير فايده، يعني القرار راه بيد العامل، كون بغى العامل راه هي السلطه العليا في المدينه، هو اللي كيخلف سيدنا هنا في المدينه، هو اللي يدير لنا حل. هو التمثيليه ديال النقابات ما كاينه، حتى التمثيليه ديال النقابات ما كاينه، يمثلنا وكذا على هو غادي يكون بغى يعمل سميتو عليه حل، وبالاخص في هذه الجائحه غادي يعمل الحل ولا لا؟ الناس كتضيع بالشيوع. اش بغيت تقول للعامل؟ اش بغيت تقول؟ بغينا نقولوا له حنا راه ضحيه، حنا راه السي العامل السلطات العليا، راه حنا كنا حنا راه كنطلبوا من الناس باش يفرجوا عندنا على هاد الناس. اش غادي يديو لولادهم اللي كيموتوا بالجوع؟ 35 واحد كتموت بالجوع، هذه علي عارفين حنايا. اللي جاي من السطاط يشدوه في برشيد، اللي جاي من مراكش يشدوه في برشيد، اش درب؟ علاش؟ اش له هو؟ اش له هو؟ اش دايرين حنايا؟ فينا هذا المشكل اللي داير حنايا؟ هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.